تفتح لك هذه النافذة. هذه النافذة شنو؟ هذه النافذة هي خاصة بالمشروع مالتك اللي راح تفتحها، المشروع الجديد، بها قياسات المشروع، دقة المشروع، نوع الألوان اللي راح تستخدمها، هل هي ألوان طباعية لو ألوان شاشة، وراح نسولف عنها إن شاء الله، الباك جراوند اللي راح تشتغل عليه، وأيضا البت اللي هو عمق الألوان اللي موجودة. أول شيء طبعا عندنا هنا قوائم تشوفوا هذا النيل اللي قدامكم، هاي قوائم بها إعدادات جاهزة لمشاريع، مثلا الفوتو بها مجموعة قياسات جاهزة ممكن تفتحهم، برنت أيضا، وارت، ويب، ذني كله، الموبايل، فيلم، كل واحد بقياسات جاهزة ممكن تشتغل عليها. إذا تروح على برنت راح تشوف أرقام الصفحات اللي هي A4 و A6 أحجام، العفو A5 A3 الأحجام اللي موجودة والمعروفة، وكذلك R2 وغيرها. أو تريد فتشي كوستم، يعني أنت مثلا عندك قياسات ببالك، طبعا هنا أنا وحدة القياس، شنو الوحدات اللي تريد تقيس بها؟ تقيس بالبيكسل، تقيس بالإنج، تقيس بالسنتيمتر. الريزوليوشن هي عدد البكسلات اللي بهاي المساحة اللي أنت فتحتها. الانترفيس مال البرنامج فتشي سمبل وما بي يعني ذاك التعقيد، ليش؟ لان عندك القوائم فوق وعندك ادوات على الشمال، ماكو تعقيد مثل بقية البرامج. مثلا انت اذا تشتغل على برامج ال 3D راح تشوف بها تعقيد باشرطة الادوات واشرطة البليقونات اللي موجودة، تعقيد كل شيء هواي. مبدئيا انت كبدايتك بالفوتوشوب تشتغل، اهم شيء تفهم شريط الادوات كلها وتفهم اللاير سيستم شنو اللي بي، وهاي اللاير نظام اللاير. نظام اللير شنو؟ اللير عبارة عن طبقة زجاجية، تخيل هيك وياي طبقة زجاجية بها فد أوبجكت معين. الأوبجكت قد يكون صورة، قد يكون رسم، قد يكون فيكتور، قد يكون أي شيء تتوقعه ممكن يكون على هاي الطبقة. الطبقة اللي جواها تحمل انفورميشن مختلف، مثلا فرضا نقول انه الطبقة الأولى راح تحمل الشخصية، الطبقة الثانية راح تحمل الباك جراوند مثلا ما الشخصية اللي هي الخلفية، والطبقة الثالثة راح تحمل السماء مثلا اللي هي بالباك جراوند البعيد. ليش بهالطريقة نتعامل ويا الصورة؟ على مود اقدر اطبق اشياء او فلاتر او اعدادات على لير واحدة بدون ما اثر على بقية الليرات. طيب هسه انا فتحت المشروع ايد اجيب بيه صورة، تمام؟ فممكن بعدة طرق. الطريقة الاولى انه سحب وافلات، مجرد انه اجيب اي صورة، اي صورة سحب وافلات راح تجيب المشروع مالتي بهالطريقة هاي. او اسحب الصورة بس ما افلتها بداخل المشروع، افلتها على الشريط الفوق راح يفتح لياها مشروع جديد بنفس قياسات الصورة. اذا شفتوها يعني شوف الفرق، انه هذه الصورة اجتي ضمن القياسات اللي انا مختارها، ضمن المشروع اللي انا مختاره، وهذه لا، فتح الصورة على قياساتها الاصلية. طيب تلاحظون الادوات اللي على الشمال، اول اداة، خلنا نرجع لها المشروع، اول اداة عندنا اداة التحريك، انه اي اوبجكت عندي سواء كان هاي الصورة او اي شيء ثاني اقدر احركه بداخل المشروع مالتي، تمام؟ ضمن شنو؟ ضمن الأداة الأولى اللي هي أداة التحريك. هذه أداة مهمة طبعا لأنه أقدر أوزع بها الأوبجكتات تلاحظون فتشي، تلاحظون هسه اللير سيستم من نزلت 3 صور بنفس المشروع انطاني شنو؟ 3 ليرات لكل صورة ليرة سوالية، بحيث انه اقدر اتعامل ويا كل صورة بشكل شنو؟ منعزل عن الاخرى ومنفصل، اقدر اطفيها، اقدر احذفها، اقدر امسح من عندها، اقدر اعدل عليها بدون ما تتأثر بقية الصور اللي بداخل المشروع. فاللير سيستم قلنا انه عبارة عن ليرات، طبقات، كل طبقة تحمل اوبجكت معين او تحمل انفورميشن معين. طبعا كل اداة تختارها تشوفون الشريط الفوق، شريط الخصائص او بروبرتيز يتغير حسب الأداة، كل أداة بها خصائص مختلفة. الأداة الأولى اللي هي الموفينج تول بها خصائص الأوتو سيلكت اللي هو خيار هذا الفوق، من أخلي صح عليه شنو يسوي؟ مجرد أنه أضغط على الصورة، انتبهوا لللير سيستم، راح يحدد الصورة، إذا أضغط على الصورة الجوة راح
يتحدد أدي اللير اللي يحمل هاي الصورة، وإذا أضغط على هاي الصورة أيضا يتحدد أدي اللير. لو أشيله ما أقدر أختار إلا من اللير سيستم، يعني أحدد اللير يلا أقدر أحركه. عندنا الشو ترانسفورم، من أخلي الصح عليه كل ليرة ألزمها راح يطلع فد مربع حولها، هذا المربع أقدر أعدل من عنده حجمها، وأيضا أقدر أغير الزاوية مالتها. أنا ما أنصح بهذا، ليش؟ لأنه أثناء العمل سنتو من راح نشتغل مشروع أكبر وبليرات هواية راح يضايقنا هذا المربع، فإحنا نخفيه ومن نحتاجه كنترول تي ويطلع لنا. عندنا الأدوات اللي جوا التحريك، الأداة الثانية والثالثة والرابعة، ذني ثلاث أدوات. إن أدوات التحديد Selection Tool، Selection Tool إذا أردت أحدد جزء من الصورة، فرضا إذا أحدد أي مكان بالصورة فأحدده عن طريق هاي الأدوات. الأداة الأولى طبعا كل أداة بها سهم، ممكن أضغط عليها تطلع لي مجموعة أدوات بداخلها، كل أداة أضغط عليها تطلع لي مجموعة أدوات وهكذا. طيب أول أداة بالتحديد اللي هي التحديد بشكل مربع، إذا أخذ جزء من الصورة يحدد لي بشكل مربع، إذا أضغط على الأداة أختار الدائري كذلك راح يحدد لي بشكل دائري، وإذا أختار single row راح يحدد لي. تشوفون هاي المربعات واضحة عندكم؟ شوف الصورة من أدخل عليها هتحول إلى مربعات، هذه المربعات يسموها البكسل اللي حكينا عليها من فتحنا المشروع، قلت لكم الريزوليوشن عدد البكسلات بداخل هذه المساحة اللي أنا اختارتها. البكسل عبارة عن شنو؟ عبارة عن الوحدة الأساسية لبناء الصورة. الصورة عبارة عن بكسلات وحدة بصف الثانية بهالطريقة هاي، كل بكسل يحمل لون واحد وعدد البكسلات اللي موجود لأنه هواية فما راح تميز انه انت كل بكسل يعني يحمل لون واحد، راح تشوف الصورة بشكل يعني بشكل كامل، بس لو تقترب اكثر الصورة راح تشوفها عبارة عن مربعات بلوكات. الأداة الثالثة بالتحديد اللي قلنا عليها المربع والدائرة، السنجل رو يحدد سنجل يعني يحدد خط واحد من البكسلات، يحدد خط واحد من البكسلات بهالطريقة على طول الصورة، والسنجل كولوم يحدد خط واحد بشكل رأسي بهالطريقة. لو اختاريت أداة المربع مثلا وحطيت في بوكس هنا واحتاجيت أضيف بوكس ثاني مثلا يشمل العين بدون ما يروح التحديد، يعني أضيف للتحديد بوكس ثاني، فممكن أدوس شيفت وأني أظل دايس على الشيفت يعني أرسم بوكس جديد راح يضيفه للتحديد. تشوفون راح ينضاف للتحديد المساحات اللي راح أضيفها بشكل بوكس. ممكن أختار أداة ثانية مثلا السيركل، أدوس شيفت وأضيف مساحات جديدة للتحديد. طيب الشيفت قلنا يضيف على التحديد، الألت يحذف من التحديد، يعني شلون؟ يعني لو كان عندي هذا التحديد وأحتاج أنه أحذف من عنده هاي المنطقة فأدوس ألت راح يحذف المنطقة الجديدة سبتراكت. يعني الأداة الثالثة بالأدوات أو الأداة الثانية عفوا، الثالثة بالأدوات والثانية بأدوات التحديد اللاسو. اللاسو تول هي الأداة اللي أقدر أرسم بها التحديد بشكل كوستم، يعني مو دائري أو مربع أو شكل جاهز وإنما الشكل اللي أنا أحتاجه، مثلا هذا أقدر أضيف بالشيفت وأحذف بالألت. طيب هاي اللاسو الأولى، إذا أضغط راح يطلع لي البولي تول، فرقها عن اللاسو، اللاسو ترسم فري هاند تعتمد على حركتك بالماوس او القلم، بس البولي ترسم عبارة عن نقاط
تخلي نقاط وهو يرسم بيناتهم خطوط ويعطيك التحديد اللي انت تريده. الأداة الثالثة اللي باللاسو اللي هي الماغنت. الماغنت عبارة عن مغناطيس يحدد لك الحواف اللي موجودة بالصورة، يحاول يكتشف الحدود اللي تمشي، يعني اللي تخلي الماوس قريب من عدها، ويسوي ماغنت عليها أو يلطش على الحدود القريبة من الماوس. أقدر أقول مثلا شفت راح ينطيني زائد، وأقول له هاي المنطقة أريدها، مجرد أمرر الماوس بدون ما أضغط هو وحده راح يكتشف الحدود القريبة. طبعا أي تحديد أو كل التحديدات اللي تسويها تقدر تخلص من عدها من تضغط كنترول وحرف دي. كنترول دي، كنترول دي يلغي لك كل التحديدات. طيب الأداة الثالثة بالتحديد والرابعة بالأدوات. احنا قلنا أول أداة الموفينج اللي هي مال التحريك، الثانية والثالثة حكينا عنها، الثانية اللي هي الأشكال الجاهزة بالتحديد مثل الدائرة والمربع، والثالثة بها ثلاث أدوات، قلنا اللاسو تول اللي هي أقدر أرسم بها التحديد بشكل فري هاند، والبولي لاسو اللي هي أحدد نقاط هو يربط لي بخطوط بيناتهم، والماغنت اللي هو يحاول يكتشف الحدود القريبة من الماوس. الأداة الرابعة بالأدوات والثالثة بالتحديد اللي هي الكويك سيلكشن، كويك سيلكشن تول، الاوبجكت سيلكشن تول، والكويك سيلكشن تول. الكويك شنو؟ الكويك انه تتحسس الكتل اللونيه، فرضا هسه هاي الكتله مال الشعر كتله سوداء، فمن اخذ الكويك سيلكشن وامشي على هاي المنطقه، سوري احدد اللير وامشي على المنطقه نفسها، راح يحاول يكتشف حدود هاي الكتلة اللونية ويحدد لياها بشكل أوتو أو بشكل تلقائي. فرضا لو هاي الكتلة مثلا حدد لياها، طبعا أيضا أدوس Alt أقدر أحذف الكتلة السوداء هاي من التحديد، اوكي. وشفت اذا اريد اضيف على التحديد، فراح اضيف مثلا الاذن، الوجه مثلا، او اي شيء ثاني اريد اضيف. هذه الكويك سيلكشن. اول اداة بيهن اللي هي اوبجكت سيلكشن. الاوبجكت سيلكشن ارسم مربع على جسم معين وراح هو يكتشف حدود الجسم ويحاول يحدد لي اياها، وهذا طبعا يفيد اذا مثلا اكتشف هاي الحدود راح يحاول يحدد لي الاوبجكت اللي اني اختاريته. هاي تفيد اكثر شيء من يكون عندي اوبجكتات كامله، يعني مثلا يكون عندي هيك صوره مثلا واخذ الاوبجكت هذا كله راح يحاول يحدد لي، لانه اوبجكت كامل مو جزء من الاوبجكت وانما هو جسم كامل، وأكو كونتراست يعني أكو تباين بين اللون، أكو فرق بين اللون الخلفية ولون الجسم، فحدوده واضحة فيقدر يحددهن بشكل تلقائي. الماجيك سيلكشن اللي هو أنقر على لون نقرة واحدة يحدد لي كل المنطقة اللي بيها هذا اللون. طبعا يعني أقدر أستخدم كل أدوات التحديد من أجل صناعة تحديد واحد، يعني مثلا هنا أنا عدي أقدر أضيف هاي الجزء اللي ما حدده هو، أدوس Shift، أدوس Alt إذا أريد أحذف بهالطريقة، فأقدر أستخدم كل أدوات التحديد في صناعة تحديد واحد. ممكن يعني أكو أداة جديدة ضافوها اللي هي select subject اللي هي هذه، بالخيارات مال اي اداة سواء الاوبجكت سيلكشن او الكويك سيلكشن، اكو فوق select subject. هذا شنو اللي يسوي؟ يشوف الصورة، البرنامج يحاول يباوع للصورة بشكل عام ويحدد الاوبجكت الاساسي او الجسم الاساسي اللي بالصورة، حدد لك اياه كله. الاداة الرابعة او الخامسة العفو، الاداة الكروب العادية اللي يشوفها بهواي برامج، اللي هو مجرد تعدل مشروعك
تمام، احاول افرغ هاي الشخصيه، اعزلها بليره وحده. اذا تشوفون هي هسه بليره واحده، يعني الصوره كلها عباره عن ليره واحده. راح احاول اقسم الصوره، هاخذ هذه الصخره بليره والشخصيه بليره مثلا، والباك جراوند كله بليره. فراح اجي اول شيء طبعا عاده نجرب بيبن بالكويك سلكشن تول، لان هي اسهل اداه. فنشوف هالكويك سلكشن ايش راح تنطينا، شنو المشاكل اللي راح نواجهها. فراح نحدد نمرر الكويك على الشخصيه، اوكي اوكي استخدم الالت واستخدم الشيفت. الشيفت حتى اضيف اجزاء للتحديد، مثلا هذا الجزء اللي ما محدد، والت حتى اشيل اجزاء ما لازم تتحدد، يعني مو ضمن الصورة. من اوصل فد مرحلة اشوف انه هذا اكثر شيء اقدر احصله من هاي الاداة، فكون انتقل لاداة ثانية، اداة اكثر دقة مثل البولي. واجي هنا أنا ادوس Alt وابدي احدد المنطقة اللي مو من ضمن جسم البنية هذه، اللي هي هذه ضمن الصخرة، فاحددها واقفلها. تمام، عندنا هنا أنا اكو قطعة صغيرة من بين الرجلين مفروض تكون فارغة. تمام، وعدنا هنا الحذاء شوية. تمام، ادوس شيفت اضيف هذا الجزء، وادوس الت احذف الجزء اللي ما احتاجه. تقريبا تحددت. فهسه شنو اسوي؟ ادوس select and mask. ليش راح ادوس select and mask؟ حتى اشوف التحديد مالتي شلون صار. تقريبا جيد. عندي شنو المشكلة؟ عندي مشكلة بالقيطان هذا تكون، واعتقد شوية احتاج هنا هذه عبارة عن فرشة موجودة، اللي هي هاي الفرشة اقدر اعدل بيها الحواف الناعمة، يعني اللي ناسيها، يعني مثل هسه هذا اطلع هيجي. تمام، مال القطن. طيب هنا أنا شنو اللي احتاج بعد؟ اكو خيارات هواية بالتحديد، وراح نجربهن اثناء العمل بقية الصور. فثاني هنا احتاج سموث شوية ينعم الحواف. خلاص اقول له اوكي، التحديد هسه صار عندي. هسه شلون اسوي لير جديد يحمل الاوبجكت اللي بداخل التحديد فقط؟ اقدر اقول كنترول جي، تمام، كنترول جي مو جي، جي راح شي يصير بالكنترول جي، راح يسوي لي لير يحمل الكتله اللي كانت بداخل التحديد فقط. هسه اللي احتاجه شنو؟ احتاج لير اخر يحمل الكتله الصخريه هذه. فراح اجي احدد بالماجيك كوك سيلكشن، الت اشيل هذه هذه ايضا،
راح اقول كنترول جي. ليش ما اهتميت بالتحديد اللي بين البنيه وبين الجسم؟ لان انا اصلا عندي ليارة للبنيه فوق هذا كله، فما راح يضرني شيء. يعني مثلا لو غيرت اللون تشوفون انه البنيه ما راح تتاثر. ليش؟ لانه عندي ليارة فوقها، ليارة البنيه ما راح تتاثر. فصار عندي 3 ليارات عباره عن الباك جراوند والكتلة الصخرية والبنية. هو مو البرنامج الوحيد للتعديل على الصور، برامج كلش هواية للتعديل على الصور. يعني شركة أدوبي بحد ذاتها عندها 4-5 برامج للتعديل على الصور. ليش الفوتوشوب عليه هيك إقبال ومثل ما تقول عليه رغبة وطلب؟ لأن الفوتوشوب أداة كوستمايز، يعني عبارة عن مجموعة أدوات حاطيها ببرنامج. هاي الأدوات تنفع كل الفنانين بشكل يعني مطلق. الرسام ممكن ينتج بلوحات وصور ويرسم وعالم بحد ذاته. يعني أنت من تتعلم الفوتوشوب من أجل الرسم الرقمي، ف يعني تتعلمه يمكن خلال 3 أو 4 أشهر يلا تقدر تضبط فقط مواضيع الرسم الرقمي والتحكم بالفرج والفلاتر الخاصة بالرسم. تمام؟ مو كل اللي يفهم الفوتوشوب ويعرف يشتغل عليه كرسام يجيد انه يصنع ديزاينات او يصمم عليه ابدا. فتشوف مثلا اكو بعض الناس يقول لك انا مو يعني فنان تاقن الفوتوشوب، بس تاقنا بيا يعني بيا جهة أو بيا زاوية، تاقنا مثلا بالرسم الرقمي أو تاقنا بالتصميم، التصميم اللي هو التصميم الرقمي أو التصميم الطباعي، تاقنا مثلا بصناعة الصور، تفهم شنو؟ فيعني ماكو واحد تاقن الفوتوشوب بكل مجالاته، مستحيل. تشوفه ممكن يشتغل على كل المجالات بس يبرز بمجال واحد بس اللي هو مجال اللي يشوف نفسه به. بعض الأدوات متخصصة بموضوع معين، مثلا أداة الفريمينج. أداة الفريمينج اللي موجودة عبارة عن أداة متخصصة بصناعة المجلات وصناعة البروشورات وذن الأمور. لو تنطيك فريم تقدر تخلي بي الصورة وتقدر تحركها وهكذا. أكو بعض الأدوات متخصصة بموضوع الريتوتش، يعني بموضوع معالجة الصور، مثل أدوات الختم، ستامب، الهيل بريش، السبوت هيل، متخصصة بالريتوش، يعني متخصصة أنه تعالج المشاكل اللي بالصورة وهكذا. لهذا السبب تشوف أنه مثلا اللايت روم اختصاصه شنو؟ اختصاصه تعديل الوان وتعديل صور فقط، بس تقدر تصمم به ما تقدر تصمم به. الالستريتر اختصاصه رسم، تمام، تقدر تعالج به الوان ممكن بس مو بامكانيه الفوتوشوب. تقدر تصمم به ما تقدر تصمم به. ليش؟ لانه الامكانيه تختلف، امكانيته متخصصه بموضوع الرسم. هذا السبب اللي يخلي الفوتوشوب برنامج شامل، برنامج ممكن تسوي بيه أي شيء، ممكن تصمم بيه مجلاتك، بروشوراتك، صورك، ريتوتش على الصور، تصحيح ألوان، كل شيء من هاي الأشياء هو عبارة عن عالم. أنت اليوم من تريد تقول أنا عدي اشتغل فوتوشوب، ممكن راح تتعلم الفوتوشوب، تتعلم هواي خدع أو أدوات الرسم، تتعلم أدوات التصحيح، أدوات التصحيح اللوني يعني أو الفوتو كرييت، كلهن تتعلمهن. بس إذا تريد بالفعل إنه تحقق فتشي بالفوتوشوب، فكون تختار مجال معين. تقول أنا أريد أتعلم فوتوشوب من أجل تصحيح الصور، من أجل صناعة الصور أو التصميم الطباعي أو أي شيء ثاني. فممكن أنه المشروع مالتك يوصل إلى 100 ليرة، ممكن يوصل إلى 200 ليرة، طبيعي جدا خفيف. ممكن يشتغل على الحاسبات الطبيعية أو الحاسبات اللي هي الحاسبات المنزلية مال تكون تحدد شنو اللي تريده بالضبط. أنه أنت تريد تستمر بالفوتوشوب كرسام، تستمر بالفوتوشوب
تعديل صور وتصحيح الوان وهاي الامور، او الفوتو كرييت، او الويب ديزاين ممكن، لانه اغلب المواقع اليوم صحيح اكو برامج متخصصه بتصميم مواقع، بس لا تقول لي اكو مصمم مواقع ما يعرف فوتوشوب وما يستخدم فوتوشوب. السنين الاخيره اضافوا ميزه ال 3D، صار يدعم ال 3D، ممكن تجيب اي اوبجكت 3D من السينما 4D او من 3D ماكس او من اي مكان ثاني، اوبجكت 3D كامل يعني تدخله ويدعمه، يعني يدعم الاوبجكتات الثلاثيه، ف يتعامل ويا كل البرامج، صار قام يتعامل ويا الادوب بريمير ويا الافتر افكت ويا الاستريتر ويا كل البرامج تعمل. ف يعني انصحكم انه اللي يريد يستمر بالفوتوشوب ويطور من نفسه ويحقق فتشي، ممكن يوفر له حتى دخل مادي، يعني ممكن يشتغل بهالمجال هذا اصلا يعني كعمل، فيحدد انت شنو اللي تريده من الفوتوشوب بالضبط.